ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال الربع الأول من العام الجاري وانخفاض العجز في الميزان التجاري بشكل ملحوظ. صندوق النقد يتوقع انهيارا في اقتصاد منطقة اليورو في 2020، والاقتصاد البريطاني يسجل أكبر انكماش في 300 عام. البورصات العالمية تتراجع بفعل تقديرات انكماش الاقتصاد العالمي بأسوأ وتيرة منذ الكساد الكبير. مشاهدينا، هذه نشرة الاقتصاد المفصلة تأتيكم من النيل الأخبار، أهلا بكم. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لعرض الخطوات التي تتم بهدف ربط كارت الفلاح بخدمة ميزة لسداد جميع المدفوعات والإجراءات التي تتخذ في سبيل ذلك. وأكد رئيس الوزراء أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بسرعة إنجاز هذه المنظومة وتوفير ضمانات نجاحها بهدف التيسير على المزارعين. ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات بما يدعم خطوات التحول الرقمية في شريحة المزارعين وإدماجهم في القطاع الرسمي. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن صادرات مصر غير البترولية حققت زيادة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة قدرها 2%، حيث سجلت 6,728,000,000 دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزيرة أن تقرير مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام أظهر تراجع الواردات بشكل كبير بنسبة 24%، حيث سجلت 13,814,000,000 دولار. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4,566,000,000 دولار. تفقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع خطوط الإنتاج بثلاثة مصانع للمنتجات الغذائية بمدينة العبور. وأكدت الوزيرة أن القطاع الصناعي ملتزم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من أجهزة الوزارة للقيام بحملات تفتيشية. وأضافت الوزيرة أن الحكومة تنفذ خطة شاملة لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استمرار عجلة الإنتاج وضمان سلامة العمال. لأن احنا حرصنا كدولة على الاهتمام بالعملية الإنتاجية، ولكن بما لا يخل بمنظومة الارتقاء بالمستوى الصحي ليه، وان هم يبقوا واخدين في اعتبارهم جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية عشان تلافيا لأي إصابة ان هي ممكن تحدث. أنا النهاردة في زيارتي لهذا المصنع ولعدد من المصانع، ده كنموذج احنا حريصين عليه ان كل المصانع تلتزم بيه، واحنا فعلا صدر التعليمات لكل اصحاب المصانع ان هم يلتزموا باجراءات الوقائيه والاحترازيه. ومن جانبي انا كوزاره شكلت لجنه من عدد من المسؤولين من الوزاره والهيئات التابعه، منهم التنميه الصناعيه والرقابه الصناعيه. مهمه هذه اللجنه ان هي هتقوم بالمرور بطريقه جايز عشوائيه، هنختار بعض المصانع ان احنا نتاكد من التزامهم بهذه الاجراءات. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيدة إن التوقعات بتحقيق مصر لأعلى معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل مواجهة فيروس كورونا يرجع إلى نجاح الدولة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي. وأكدت السعيد أن التقديرات لمعدل النمو للعام المالي الحالي أن تحقق مصر معدل نمو بنسبة قدرها 4.2%. كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نمواً اقتصادياً إيجابياً خلال العام المالي الجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك مقارنة بتحقيق بقية الدول انكماشاً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.
إلى سوق المال المصرية التي أنهت تعاملاتها متباينة مع ميل للارتفاع في ظل اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء والعربي والأجانب نحو البيع. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 1.11%، في حين صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 46%. أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المصرية يومي الأحد والاثنين المقبلين 19 و20 من أبريل الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد القيامة المجيدة وشم النسيم. وذكر البنك المركزي المصري أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك يوم الثلاثاء 21 من أبريل الجاري. كما أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل بالبورصة يومي الأحد والاثنين المقبلين على أن تستأنف نشاطها الثلاثاء. قال صندوق النقد الدولي أن اتفاق تمويل جديد قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس، والتي تعمل أيضا على الحصول على ضمان قرض من أحد بلدان مجموعة السبعة لدعم إصدار سندات هذا العام. وأضاف صندوق النقد أن اقتصاد تونس سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1956، مدفوعا بانهيار قطاع السياحة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا. أفادت إحصائية رسمية في الصين أن قيمة التبادلات التجارية بين بكين والدول العربية بلغت 266.4 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي. وذكرت وزارة التجارة الصينية أن قيمة واردات الصين من الدول العربية بلغت 146 مليون دولار، بزيادة قدرها 4.8%، فيما وصلت صادرات الصين إلى الدول العربية إلى 124 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.7% على أساس سنوي. حذر صندوق النقد الدولي من أن تفشي فيروس كورونا كشف عن صدوع في النظام المالي العالمي، ومن المرجح أن يتسبب في خسائر للبنوك. ويحذر الصندوق من أن الإجراءات لكبح انتشار الفيروس تسببت في خروج 16 مليون أمريكية من قوة العمل، ومحت تريليونات الدولارات من القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية، وقد تؤدي إلى أسوأ انهيار اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. خفض صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته للنمو في منطقة اليورو، وذلك في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأوروبي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.5% هذا العام، في هبوط حاد غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. ورجح صندوق النقد بأن يكون أداء الاقتصاد في منطقة أوروبا بالمجمل الأسوأ في العالم. في لندن قال مكتب مسؤولية الميزانية إن اقتصاد بريطانيا قد ينكمش بنسبة قدرها 13% هذا العام بسبب إجراءات العزل التي اتخذتها الحكومة لكبح انتشار فيروس كورونا، وهو ما سيكون أعمق ركود في ثلاثة قرون. وأضاف المكتب أن الاقتراض العام في المملكة المتحدة من المنتظر أن يقفز إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية أن الناتج الاقتصادي في الربع الثاني وحده قد يهوي بنسبة 35%، وأن معدل البطالة قد يتضاعف إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 10%. تراجعت الأسهم الأوروبية بعدما حققت مكاسب على مدى 5 جلسات مع تحول اهتمام المستثمرين لموسم نتائج الربع الأول لقياس مدى الضرر الذي أصاب الشركات بسبب فيروس كورونا. وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 2%، وتراجعت الأسهم الفرنسية 3%، بعدما أضحت فرنسا رابعة دولة تسجل أكثر من 15,000 حالة وفاة بالفيروس بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.
تراجعت مؤشرات الأسهم الأسيوية عقب تقديرات صندوق النقد الدولية بأن يشهد الاقتصاد العالمي أسوأ موجة ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك نتيجة التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا. وانخفض مؤشر نيكي اليابانية بنسبة 1.1%، وانخفض مؤشر شنغهاي الصينية بنحو 2.2%، وتراجع مؤشر بورصة هونغ كونغ بنسبة 1.1%، وسجل مؤشر البورصة الأسترالية انخفاضا بنحو 0.5%. انخفضت أسعار الذهب حيث باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أكثر من 7 سنوات في الجلسة السابقة، لكن المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي كبير بسبب فيروس كورونا كبحت المكاسب. ويميل الطلب على الذهب للاستفادة من تحفيز واسع النطاق من البنوك المركزية، إذ يعتبر في العادة تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1715 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6% إلى 15.55 دولار، بينما صعد البلاتين 0.8% إلى 783.93 دولار. ارتفعت أسعار النفط متعافية من خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة مع بحث المستثمرين عن صفقات مربحة مدعومين بآمال بأن الدول المستهلكة ستسعى لملء الاحتياطيات الاستراتيجية، ولكن القلق بشأن التخمة في ظل إجراءات العزل العام العالمية والمرتبطة بفيروس كورونا والتحذير من صندوق النقد الدولية من ركود شديد يكبحان المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 0.8% إلى 29.84 دولار للبرميل، وزاد الخام الوسيط الأمريكي 1.9% إلى 20.49 دولار للبرميل. مشاهدينا، نهاية النشرة تذكرة بالعناوين: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال الربع الأولي من العام الجاري، وانخفاض العجز في الميزان التجاري بشكل ملحوظ. صندوق النقد يتوقع انهيارا في اقتصاد منطقة اليورو في 2020، والاقتصاد البريطاني قد يسجل أكبر انكماش في 300 عام. البورصات العالمية تتراجع بفعل تقديرات انكماش الاقتصاد العالمية بأسوأ وتيرة منذ الكساد الكبير. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا لطيب المتابعة.